أصحاب وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. الوثائق، الوثائق، مسلسلة تمثيلية في حلقات الوثائق. الحلقة السابعة. احنا مازالين متبعين المغامرات ديال هذه المسلسلة اللي كانت تعاونوا فيها مع المستمعين والمستمعات على حل البحث على معرفة اللص الخطير اللي بكل جرأة دخل دار قاضي التحقيق في الوقت اللي كان منتظر، والعساء حيطة ومكن له ياخذ ديك الوثائق ولكنها مزورة. ما يهمش، على كل حال راه دخلت ما بالرغم من كون المفتش القمراوي كان مخبي هناك ومعاه المساعد حمود. اجي وداك المسعود اللي يعني انما هو ما باتش في الدار، ولا غدا دخل مسلت وفتح المجرب واحد المفتاح ربما. ما تسرعيش يا اختي، احنا الان صبحنا امام قضيه من جهه متبعه هذاك المفتش القمراوي، ومن جهه اخرى الاداره المعنيه بالامر عينت لها مفتش خصوصي هو السيد شعبان. والسيد القمراوي ما راضيش بهذه المساله وباغي يحصل اللص المجرم في الحال. غادي نجيب لك المجرم. ما تعجبش يا سيد القاضي، لكن اسمع، راني لاحظت واحد الملاحظه سمينه وشبعانه شحم، وهذا ما عندي ما نقول لك. كما تحب يا سيد القمراوي، وكنتمنى لك من صميم قلبي النجاح. في 8 ونص نكون هنا، وكنظن في ديك الساعه المهمه ديال السيد شعبان ما يبقى لها معنى. هذا ما كنتمناه يا سيدي. الله يعاونك يا سيد القمراوي. مرحبا وسهلا. جيت قدام يا حمود. عندك بلاش ثقه كبيره في الفهمه ديال هذا السيد القمراوي؟ عمري ما عرفته حتى البارح في الليل. لا لكن علاش كتسول هذا السؤال؟ خليني بعدا نكمي واحد القرب. تفضل. ملي هذا المفتش عازم باش يجيب لنا المجرم من دابا نص ساعه، كنظن من الاحسن نعينوا الرجوع ديالو عاد نبدا البحث. ابدا ابدا، بالعكس انا كنطلب منك تبدا الآن الابحاث ديالك. السيد القمراوي ما عندي ما نقول، راجل مزيان طيب القلب ونيته مسكين خالصه، لكن النيه الخالصه ما كتكفيش، ومن العباث والخوى الخاوين عينوا القمراوي. وزيدون راه كنت زتي مع راسك وشفتي اللي كاين فيه شويه ديال الدعاء والفخر وشويه ديال الفراغ وما فيه شي الا بقى وخشين، وهذا خطر عليه ما عليناش. ملي انت كتطلب مني يا سيدي القاضي نبدا العمل ديالي، واش تسمح لي نلقي عليك بعض الاسئله الابتدائيه؟ اول سؤال هو، واش انت عارف ومتاكد باللي الراجل المجهول دخل من هذا الباب؟ ما كاين حتى شك في هذا. المفتش والمعاون ديالو سمعوا الحسد في الاسطوان. اها، بلا شك سمعوا الحسد ديال الباب كتفتح بالمفتاح ياك؟ لا سيدي، ما سمعوش اي صوت، وهذا هو العجب. السيد القمراوي متاكد باللي الحس ما كانش ماجي من باب المدخل. مزيان، انا اللي بلغني هو كون الرجل المجهول جرح جرح خفيف في يديه بالرصاص اللي طلق عليه السيد القمراوي، وباللي هرب من الشرجب ياك؟ ايه يا سيدي شعبان، وزيدون حنا بثلاثه شفناه نزل الارض وكيجري في الجهه الخاليه لهاد الناحيه. وقولي بعدا، قولي واش كاينه بعدا شي شبيهه واخا غامضه على هاد المجهول؟ المعلومات اللي يمكن السير القمراوي والمساعد ديالو يعطيوها راها غامضه وما تبتاش تماما. على قبال داك الرجل كان داير القناع على وجهه. طيب، واحد السؤال يا سيدي القاضي، واش انت متاكد وعندك ثقه بالناس اللي حايطين بك؟ اش كتحب تقول؟ يعني من جمله الناس اللي كيدوروا معاك في الدار، واش ما كتشك حتى في شي واحد؟ الناس اللي كيدخلوا عندي قليلين بزاف، ومن نهار فاش مرت ما كاينين غير الاصدقاء والناس المخلصين هما اللي كيجيو يشوفوني، ويمكن لي نصرح بلي هما اعلى من كل تهمه. قول لي شحال عندك ديال السوارت اللي كيرموا على المجر ديال المكتب؟ سالوت واحد وهو في جيبي. ها هو ست. لا 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 لا، كاين سالوت اخر كيرموا على القفل وانت ما كتعرفوش. اجي تشوف، حقق في المجر. شوف
هنا كاين الاثار ديال الشمع في داخل هاد الثقبه ديال القفل. شي حد قيس على فم هاد القفل بالشمع باش دار ساروت اخر. والله الا عندك الصح. فهمتي دابا؟ يعني شي حد خدا القياس ديال فم القفل باش يعمل ساروت اخر. هادي كذلك نقطه عاد دركناها. وكاين تفصيل اخر مهم. أرا قلتي لي بلي القمراوي وبرقادي ديال البوليس كانوا حاضين هنا وشعروا بالغاشي من داخل الدار، ولكنهم ما سمعوش الباب كيتفتح، ياك؟ ايه وهما بزوج محقين من هاد الشي. وانا يعني كنخمم بلي الشخص المجهول ما حل الباب الا بالحيلة. بلا شك، لكن كيظهر لي من المستحيل يكونوا زوج ديال الناس وسهات كاين هما ما يسمعوا حتى شي حس ديال الغاشي. اللهم الا كان القمار ما حتاش يحل الباب. ما فهمتش اش بغيتي تقول. قل لي يا سيدي القاضي، واش هذه مده طويله ولا متعلم ديالك خدام معك؟ هذه 3 سنين بالضبط، ومتعلمي مسعود خدام معايا. كتثق به بزاف؟ المجال عندي جاب وصيات كثيره، وهذه 3 سنين هو خدام معايا في غايه ما يكون. المفتي الشعبان كيقوم وكيمشي على صابع رجليه بلا ما يدير حس الباب الدخلاني. اش كدير؟ قلتي المتعلم ديالك مزيان ومعتبر، ياك؟ انا عندي ثقه كبيره في مسعود وكيحبني بزاف، ولما كنت مريض اعتنى بيا كثير. اما على حد الاسرار مسعود هذا كيفاش كان كيسمع مرتفه؟ يا سيدي القاضي، ربما يكون المتعلم ديالك راجل طيب لكنه فضولي. ما عليناش. اسمعني يا سيدي القاضي، باغي نلقي عليك بعض الأسئلة. أنا مستعد لكل شيء يا سيدي شعبان. مزيان، يا بسم الله. واش يمكن لك تعطيني برنامج الأعمال ديال الخدمة متاع متعلمك طول الليلة ديال البارح؟ على كتهموه؟ يعني كتلقى عليه التهمة؟ مازال يا سيدي قاضي التحقيق ولله الحمد، مازال. أنا ماشي داك القمراوي اللي كان قبيلة هنا. اما انا راني كنلقى عليه التهمه. خلاص خلاص، ماشي حتى لهذا حتى للدرجه. اي يا سيدي، وكنتهمو بقوه، لكن كنشعر بشي حاجه في داخلي نفسي كتقولي بلي انا خاطئ في ظني، وبعض الظن اثم، وكتقولي كذلك باين ما نعلقش اهميه كبيره على الملاحظه اللي خطرت على بالي في البارح من بعد الحادثه. ديك الحادثه اللي بغا يا اخي بغا عقلي يخرج فيها. يا سيدي القاضي، انا كنعتقد باللي واجب ما نتهمو حتى حد بلا حجه وبلا دليل وبلا برهان كذلك، ولكن اسمح لي، غادي تعطيني النظريه ديالك؟ مسعود راه كينعس في داري داخل هاد الاسطوان هذا، سمعتي؟ في واحد المقصوره صغيره، هو ولد معقول وقليل فاش كيخرج، وكيدوز الكثير في الليالي كيطالع بعض الكتب الدينيه يعني على قدر جهده. وإلا سبحان الله بغى يخرج لابد ما كيعلمني، وقليل فاش كيخرج. اما البارح راه طلب مني الاذن باش ينسحب، وكانت الساعه داك الوقت ما بين 9 الله اعلم، اي تماما ما بين 9:30 والعشرة الارب. ايه وخرج؟ لا راني سقسيته، وهذا الشيء هو اللي كيشككني. الحقشي زعم باللي كان عيان شوية مع راسه. وساعة من بعد الهربة ديال الجاسوس بغيت نفيق مسعود، لكن المقصورة كانت خاوية والفراش باقي على حالته ملمط. عالم الله فين مشى. ونصرح لك يا سيدي شعبان باللي هذا الاتفاق راه دار اللي فيه الشك. اذا نفرضوا على التخمين وتقدير باللي مسعود بدل ريو، ولما دخل المقصوره ديالو شعر بالراحه وقرر يخرج، او لا يا سيدي قاضي التحقيق؟ بلا شك، حقيقه دار العجب بعينيه. كاين هنا شخص يقدر يعطينا تاكيدات في هذا الموضوع، وهو البواب اللي كاس على هذه العماره. على حق شي البيت فين كاين هاد البواب كيسمح له راقب الدخل والخارج ديال جميع اللي كيطلعوا من الدروج. وإلا كان مسعود خرج البارح في الليل يكون البواب بلا شك شافه. يمكن لنا نستنطقوا هاد البواب؟
تماما. هذه فكره. مرحبا بكم في قناه محبي المسلسلات الاذاعيه. غادي نعيط لك مزيان، على الاقل نعرفوا بعدا اش ماشي نعملوا. الو الو، ها انت اسمع عبود، تفضل عندي لهنا من فضلك. نعم انا هو. ها لا لا، غير بغيتك واد غيعفك. سمعتي عبود؟ طلع من الدروج الكبيرين. سلام. باش يفتح الباب انا بنفسي، ما كاين علاش يشوفو مسعود من قبل. افضل الحق شي مسعود راه صاحب هاد البواب. صاحبو؟ ايوا. في هاد الحاله واجب نديرو الحيله، ماشي من اللياقه تظهر لهاد الرجل بلي كان يهتمو بالمتعلم ديالك. عندك الحق يا سيدي شعبان، او في هاد المده اسمح لي نرد هاد الوثائق الملعونين محلهم. سمعتي الحق شي في هاد الليله احتفظت بهم في بيتي وتحت وسادتي في انتظار الجاسوس عدو بلادنا. كيفاش غادي عاوتاني ديرهم في هاد المجر؟ لا يا سيدي القاضي، هذا محل ماشي مأمون. ولكن ما عندي محل من غيره. المجر ديالك ما فيه امان، وصدقني الا قلت لك بلي المحلات السهله هي دائما الاحسن والافضل. انا مثلا لو كنت مكانك كنت نخبي هذا الملف في محل ما يتحشي على بال شي حد، نخبيهم مثلا وسط اوراق ديال هذا الكتاب الكبير او في هذه الخزانه. ايوا من بعد علاش لا. لكن اسمح لي، هاد الليله واحد الضابط من وزاره الحربيه ماشي يجي يريحني من هاد الوثائق. هذا الباب ديالك، ماشي بصح الباب. سيبها مع هاد الوثائق السريه. لو كان طلع عليها اقسام الجاسوسيه المعاديه. الوثائق مسلسلة تمثيلية في حلقات. استمعتم سيداتي وسادتي إلى حلقة أخرى من مسلسلة الوثائق، فشكرا جميلا على تفضلكم بالاستماع.